أحداث رياضية لا تصدق، لو لم تسجلها الكاميرات لما صدقها أحد. السلام عليكم متابعي قناة هاي سبور الأعزاء. السلام عليكم. يحدث في عالم الرياضة أشياء كثيرة ومثيرة وأيضا مضحكة وغريبة، واليوم سنتعرف على بعض هذه المواقف، ابقوا معنا. في مباراة التنس هذه قام اللاعب كالعادة بضربة البداية، ولكن لخبث اللاعب المنافس قام بضرب الكرة بكل هدوء حتى أتى اللاعب وأنقذ الكرة، لكنه لعبها بكل سهولة وفاز في اللعبة. يا لمكري هذا اللاعب. أما هذا اللاعب بدلا من ركل الكرة ركل الهواء وسقط أرضا، لكنه بصراحة لم يكن يقصد ذلك. أنطوان غريزمان يقوم بمشية مضحكة هنا، يبدو أنه بمزاج وحالة جيدة. بعد تمريرة رائعة أدخل هذا اللاعب الهدف وذهب بكل قوته يحتفل مع الجماهير، لكن انتظر، هنا راية الأوفسايد. انظري للجماهير كم هي سعيدة وهذا اللاعب يحتفل بكل قوة معهم. الآن عاد وعرف أنه أوفسايد، يا للخسارة. هنا فرانك ريبيلي يراوغ لاعب الوكرة، ولاعب الوكرة يقوم بالصعود على ظهره في مظهر يبدو مضحكا للغاية. شاهدوا اللقطة مجددا. لاعب الملاكمة هذا يصعد من فوق الحبال ولكنه يسقط ويتسبب لنفسه بالإحراج، ذهب ليشتكي لمدربه عن هذا الفعل. في هذا السباق لقفز الحواجز تنطلق هؤلاء السيدات، يقفزن الأول فالثاني فالثالث فالرابع فالخامس فالسادس، تتعرقل هذه اللاعبة وتصطدم في الحاجز المقابل لها مباشرة. يا لسوء هذه الخسارة. في مباراة البيسبول هذه يقوم هذا اللاعب بالمزاح مع لاعب الفريق المنافس، إذ أنه يقوم بالتصفيق له ويهرب بعيدا. في لقطة تعد غريبة للغاية ومضحكة في نفس الوقت، هذا اللاعب يقوم بالضرب ولكنه لا يصيب المنافس، والمنافس يحاول الابتعاد على اللكمات ولكن اللاعب الذي يضرب يتوقف، واللاعب يستمر بالدفاع عن نفسه بطريقة مضحكة. يأتي الحكم ويفض النزال بينهما. ضربة غولف موفقة، أحسنت سيدي. في هذه اللقطة الغريبة فعليا والمضحكة يصطدم اللاعبان ببعضهما البعض ويقعان أرضا ويتسببان في ضربة مؤلمة لكليهما، ضربة قاسية حقا. يقفز هذا اللاعب في المظلة ويدور ويدور ولا ينزل إلا فوق حلبة الملاكمة. بصراحة لقطة لا تحدث كثيرا. في سباق السباحة 100 متر قام الحكم بتوجيه أوامر الاستعداد للمنافسين، ولكن يقفز هذا اللاعب قبل البدء، موقف محرج حقا. يقوم هذا اللاعب برفع الكرة ولا تجد لها أحدا يلمسها سوى هذا المدافع الغبي الذي قام بضربها وضربت في العارضة ونزلت من تحت الحارس، ثم أتت إلى هذا المهاجم الذي لم يتوانى في إدخالها. هذه الأفركات لا تعرف لأين ذاهبة. أوبس، لقد عرفنا. لاعب كرة السلة هذا حاول إنقاذ الكرة ولكنها خرجت واصطدم بالجماهير ووقع خلفهم. في مباراة البولينج هذه قام هذا الشاب بوضع أصابعه في الكرة ومن ثم هوب، لقد ذكرنا في حلقة لتوم أند جيري، يبدو رائعا. لاعب البيسبول هذا يقوم بالجري، يقع ثم يقف، يقع مجددا ثم يأخذ استراحة. الآن إلى لقطة لوي فان خال في مباراة لمانشستر يونايتد وأرسنال، حيث قام بالاشتكاء إلى الحكم وقام بالتمثيل أنه وقع عرضا. دون هذه الملاحظة. في مباراة كرة الطائرة هذه قامت هذه اللاعبة بضربة البداية وضربت مجددا في زميلتها. أوبس. قام هذا اللاعب بمراوغة الحارس ومن ثم
وقع على الأرض ولم يسجل الهدف بعد أن كانت الشباك خالية. في هذه المباراة لكرة السلة يبدو أن هذا اللاعب أخطأ وضرب زميله بالكرة بدلا من تمريرها له، لكنها ضربة قوية على الرأس بصراحة. إن أعجبك هذا الفيديو من قناة هاي سبور الإخبارية فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هاي سبور.